بانطلاق القصيد القيل دايما مرتبطة القصة بالألم. شوف أنا بشوف الألم مش مو دايما مش سلبي، أحيانا بيكون الألم إيجابي. مثلا بيكون إيجابي أو نحن من حوله لإيجابي. لا بيكون فعلا إيجابي. مثلا يعني المرأة لما في حالة المخاض ألم، بس ألم إيجابي، ألم جميل، ألم فيه إنتاج، ألم فيه روعة قادمة للحياة، حتى هي ألمها تكون سعيدة بألمها. نعم. أكثر ما يؤلم سعد الكذب. الكذب بصراحة بتخاف يجي وقت هالسنة الجفاف اللي مرقت فيها تتكرر وتنعاد وتكون سنين؟ أكيد أكيد أنا ممكن أموت فيها. يعني كيف بتحارب التصحر أو جفاف القصيدة؟ بالقراءة، بالقراءة وتغيير الأماكن. نعم. القراءة دائما محرض للكتابة؟ طبعا طبعا، أي حرف تقراه بيحفز جوتك حروفك إنك تطلعها. نعم. غيرة. نعم. شرط تكون قراءة شعرية أو لا؟ فيك تقرأ مثلا؟ لا بغض النظر، فيك تقرأ بغض النظر بيطلع معنا شيء تاني. نعم يعني حنجرب نكون أسرع شوي بالأسئلة. كتابك الأول أنا جرب تدور عليه بالمكتبات، مش رح نسميه ونعمل دعاية، مش موجود. فجأت تحت الأثير عم بتقلي أساسا اسمي ما كان موجود عليه، لهيك ما رح تلاقي. لا هو خلصت الطبعة الأولى، الطبعة الأولى خلصت، هي والكتاب الثاني. هلا بالشكل ليش مش موجود اسم سعد؟ بالشكل أولا هو الكتاب عبارة عن مقولات، المقولات مختلفة منها لي ومنها لغيري. عملت الكتاب بطريقة أن يكون في حميمية بين القارئ والمتلقي، يعني حتى النصوص اللي موجودة جوا كلها مكتوبة بخط الإيد. حبيت أنه أي أحد يأخذ الكتاب هذا أو يشتري يحس أنه تبعه، أنه ملكه، ما بيتكلم بلسان غيره. فحبيت أعمل الحميمية هذه. نعم. أنت نسفت لي السؤال عفوا. أنا كنت حاط بالسؤال المقدمة أنه اللي بيقرأ كتاب أنا بيفكر أنه في أنا عالية. أول صفحة في الكتاب، أول صفحة في الكتاب محطوط ملحوظة، ضمير الأنا عائد على القارئ وليس على الكاتب. ما بقلك نسفته، مش حاطط الاسم. أنا وأنا مرة أخرى كمان بقي سعد بن محمد غايب عن عني. والكتاب اللي بعده اسمه أنا آخرا. لماذا كل هذا الأنا؟ لما حضرتك تقولها أنت قلت أنا، إذا أنت الأنا ولست أنا. جميل، عم تغلبني. رح نرجع نعيد الطباعة ونحط الاسم. صار عنا الجرأة نحط الاسم، يعني قصة إلها علاقة بالخوف. بدك صراحة؟ بصراحة إيه، بدي صراحة. تصالحت مع حالي. أوكي، تصالحت مع حالي وقلت أوكي سبق. صالحت بناء على شو؟ تجارب أو ردة فعل الجمهور اللي كانت إيجابية. لا 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 لا، الجمهور ما كان له داعي. شو الأساس؟ ما كان له خص، مع يعني صراع ذاتي مع ذاتي نفسها. لما تصالحت معها وصرت أنا ماشي أنا وياها في خط مستقيم. نعم. خط متوازي، تصالحت مع حالي. نعم. قيل ورددت، وأنا بعتقد يمكن صار لازم نعمل لقاء تاني لأن الوقت مرق بسرعة، وإن شاء الله يكون وقت جميل على المستمعين. إذاعة صوت الحرية 89.7 و90.1 ميجا هرتز. قيل ورددت، أنا شخصيا هي أول تجربة بالشكل شفتها بالعالم العربي، يمكن ببعض القراءات الغربية والمعربة لنا أو حتى بالنسخة الغربية الأصلية. شخص عم ياخذ مجموعة قصص، حكاية، قصائد، عناوين، ستيتوس، وعم بيعلق عليهم بنص وهو ما بيعرف صاحب النص الأول، وعم بيعمل هيدي مثل الطريقة اللبنانية الرد بسموها بالزجل. بس الفرق هالمرة بالزجل في طرف مجهول وطرف معلوم. أولا كيف طلعت الفكرة سعد؟ ثانيا بصراحة هل شفت هيك شيء قريب بمطرح ما نحن مش شايفين وقلدته، أو لا كانت تريد مارك، ماركة مسجلة؟ أكيد مش تريد مارك، لأنه أنا مقتنع أنه ما في شيء اسمه شيء جديد. كل الأشياء عبارة عن إعادة تدوير، ما في أفكار جديدة، الموضوع كله إعادة تدوير. لن الأول ولن أكون الأخير. نعم. تعرف الأول اللي عمله؟ لا بس متأكد أنه مش أنا مش الأول. هل هذا التواضع؟ لا 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 لا، ولا هذا ولا واقع. لا لا، هذا واقع، هذا واقع. يعني إيش أقول لك مثلا؟ يعني أفلاطون عملها، حوارات أفلاطون، طبعا كلها حوارات، كتبه كلها عبارة عن حوارات. في واحد عم بيروح ياخذ نص مرمي بمكان ما وعم يعمل رد عليه، مش عم يعمل حفلة زجل وموجود الطرفين. أنا بتكلم على المبدأ، المبدأ عندي في وجود الكتاب هذا إنه لازم إيجاد حوار، يعني طرف آخر في المرأة، في المرأة. نعم. المرأة ليست لها، يعني المرأة تحمل وجهين. نعم. لازم له رد ثاني. نعم. مرأت عبارة إنه هو أشبه بعلبة شوكولا. أنا رح أحكي السلبي والإيجابي بالشكل.
بالإيجابي بعتقد نحن على مقربة من عيد العشاق، عيد الحب عند اللبنانيين وعند العالم أجمع. يمكن هذا الكتاب يكون يصلح بهذه العلاقة أن يكون هدية. لست كل النصوص تصلح، خلينا نتبع شوي. في نصوص تخرب لك بيتك. مش كل النصوص تنفع في البلد تعمل. نعم. إيه؟ بس بذات الوقت أنا كنت عم بحكي معك تحت الهواء سعد، ورح نقول على الهواء. يمكن أنا أخي واحد من الناس اللي وقت اللي بيروحوا ليشتروا بيعملوا حساباتهم بمعرض الكتاب، إنه يشتري كتاب يكون سعره $6-$7. هذا الكتاب يعني قيمته المادية تقريبا شي $26، يعني لأنه في تكلفة بالإنتاج والآخرين. هذا النموذج هل هو طرف؟ هل هو رغبة؟ أم ماذا؟ ولماذا؟ هو ليس أغلى كتاب في السوق أكيد، ليس طرف، لكنه احترام. لما أحب أقدم لك شيء لازم يكون يوافي قيمتك. لما أجي أقدم لك هدية على قد قيمتك، أنت قارئ، أنا أحترمك يا قارئ. بس يمكن يكون في قارئ طالب وضعه المادي على قده. هذا يعني كتاب، هذا أنه ما ينفع يكون من يتقري من الجلدة للجلدة، مش كتاب ريفرنس، مش كتاب مرجع، ليس مرجع. هذا الكتاب معمول أساسا فكرة الكتاب أنه على طاولة في الطاولة في البيت يتحط بين وقت الثاني يتفتح ويتقري. أرد على حضرتك. عفوا بس يعني أنا مرت معي هيك عبارة زلت لسان. قلت هذا الكتاب متعة، بتوافق عليها؟ طبعا. نعم. طبعا أي كتاب متعة، أي كتاب. بس بعلمنا العرب كتير قليل استاذ سعد حدا يحط كتاب ويفتح ويقرأ بلا ما نحط فريم. بس الكتاب عموما أي كتاب متعة، يعني أجمل هدية ممكن تقدمها لأي أحد تدي له كتاب لم يقرأه من قبل. وبعدين يعني بيقول لك الغبي اللي بيسلف كتاب والأغبى منه اللي يرده. إيه هي مشهورة طبعا ما فيها نقاش. نعم. يعني. رح أبقى بالكتاب وأسألك. لاحظنا بالآونة الأخيرة في مجموعة سيديات دائما بتكون مع الديوان، وأنا استمعت يعني أكثر ما شاهدت ولا بخبرات صحة بالأمسية الأخيرة، في صوت، في أداء جميل، في يعني في نبرة حقيقية. عم بتفكر تسجل؟ لا 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 أكيد لا. ولا بصوت غير؟ لا لا لا، خلي الناس يستمتعوا بنفسهم، يسمعوا صوت حالهم، ليش يسمعوا صوت غيرهم؟ أنت لما تقرأ بتسمع صوت حالك جوة دماغك، اسمع صوت نفسك بدل ما تسمع صوت غيرك وتنحبس في صوت غيرك. نعم. أزمة الورق كتب عنا برنارلي، كتب عنا عدد كبير من الكتاب والأدباء والناس الشغلين بالصحافة، عم بجربوا يعوضوها بمواقع إلكترونية بيوتيوب إلى آخره. هل بتفكر بقيلة وردت أنه يكون على اليوتيوب مثلا مع صورة وعم يترافق سماع، أو لا أنت بدك يفتح ورقة ويقرأ ويقلب صفحة؟ ما زلنا إلى الآن أسيرين إحساس الورق. يعني أنا بحب التكنولوجيا جدا ومتبعها، حتى الكتب اللي بشتريها ما اقدر استمتع فيها زي ما استمتع باحساس الورق. قلت لحضرتك هذا كتاب مختلف، بمعنى ليس لانه الاحسن، كتاب مختلف انه يتحط على الطاوله، ما يتحط يعني او جنب السرير في غرفه النوم تتسلى فيه وترجع تقفل وتفكر فيه وترجع تقفله، ما فيك تقرا من اول لاخر. نعم. شعرت مثل عدد كبير من الناس وعبرت لك عن شعوري تحت الهواء ورح نعبر عنه فوق الهواء، انه النص راقي وجميل، مش بحاجه لا للاناقه ولا للزخرفه. أنا بصراحة وقت شفت الكتاب قلت هذا الزلمة نصه ضعيف وعم بيزخرف. بالأمسية شفنا مشهدية مع السجاهة وهبي صديقتنا وعزيزتنا، كمان شعرت أنه هذه المشهدية يعني فيها شيء من المبالغة. بالوقت النص اكتشفت أنه راقي، وراقي جدا، أنه مش بحاجة لا لأنفلوب ولا لكفر ولا حتى لهذه المشهدية. ويمكن تلقيت عدد كبير من الملاحظات ويمكن يكون أنا غلطان. بصراحة سعد بن محمد، هل كان هناك مبالغة في الأمسية؟ لا، لم يكن هناك مبالغة. لما تتكلم على يعني شكرا على الملاحظة أنه يعني تشوفه أنيق ولا كده. بس بسألك سؤال تاني، أنت لم تستقر بنفسك كقارئ؟ لم تستكثر على نفسك أن أحد يحترمك بيقدم لك شيء نظيف أو شكل حلو أنت تستمتع فيه؟ أنه لم تحط ليش دائما لازم تكون اذا كانت الصوره حلوه ما في داعي انه يكون البرواز حلو؟ ليش ما يكون البرواز والصوره حلوه؟ ليه يكون الاثنين متكاملين مع بعض؟ يمكن لانه بعلمنا العرب سارين نربط دائما الابداع بفقر الحال. ثقافه اجتماعيه انه لو كان المنظر حلو يعني انه من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، انه يعني اذا كان المنظر برا حلو اذا المحتوى باللاوعي تاعنا. اللاوعي. نعم. هذا مش معنى انه صح، ما مش مقتنع بالموضوع هذا. ليش ما يكون اللي برا واللي جوا؟ لو قدر لك الرجوع الى الوراء قليلا قبل الطباعه، هل كنت تطبع قيل وردت
بذات الصيغة بذات الشكل بذات التفاصيل بحذافيرها بحذافيرها. انه يعني اوجه تحية للسيدة فاتن فاضل انه مسكينة جننتها في الموضوع اربع شهور لقاءات يومية عشان هذا الشيء يطلع وكنا بنتناقش نعم. يعني ادق 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 التفاصيل. نحن كمان بدنا نحييها لفاتن فاضل شرفتنا ساعة من الوقت مرقت بطريقة سريعة يعني بدك تعذرنا الأسئلة الجريئة لابد منها الملاحظات لابد منها مضمون كتاب راقي أنا بدعي الناس اللي ما معه فلوس يجرب يقراه على ستاند كل يوم وقت سعد بن محمد قيدة وردت كمان بدي أتشكر دار النشر مركز الثقافي العربي بعتقد لأنه طبعا في جهد وفي في شيء جميل وبعتقد إذا آخر 10 سنين انعمل أجمل غلاف كتاب بدون مبالغة قيدة وردت سعد محمد بيربح إذا آخر 10 سنين عمل مضمون لفكرة حديثة وجميلة بعتقد كمان بيربح. هذا التصويت مفتوح للناس مش نحن مش نحن وإن شاء الله يا رب تكون فاتحت الكتابات وفاتحت اللقاءات. أنا بدي أتمنى عليك على الهواء أنا مرة أخرى وأناي الثالث أن تعاد الكتابة أن يعاد الطبع أن يأتي إلى بيروت لأن القارئ في بيروت يحتاج إلى الكثير من القراءات العربية الجميلة. سعد محمد الوفي لزوجته هيفاء عمود الفقري شرفت. الله يخليك أهلا وسهلا. بضيوف مميزين أسئلة في العمق لتجارب كبيرة خارج القيد عبر صوت الحرية كل ثلاثاء بعد موجز الثالثة. إعداد وتقديم سالم زهران ونلتقي عبر الحرية.